هو ده بقى يا ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم يا اخويا بقينا العصر. قوم قفلنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البنا في ايه؟ حصل ايه ما خلصنا؟ ده احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نسند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. تصدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها ده؟ احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين، وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البيت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، أنت كلم الحاجة أم صباح خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا بك، واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعمله. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ يا اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصه شاطره، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا 10 بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد ده جديد عليا. انا هخش الحمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل.
صحيتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله، ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنون، انا مستنيك بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ يا نسبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وزلت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده.